الحجرة نابل انت الإقصى نابل نابل يا مناضل نابل نابل يا مناضل نابل ضد التهميش نابل ضد الإقصى نابل نابل يا مناضل نابل نابل يا مناضل نابل وهي كلمة واحدة وهي كلمة واحدة هذه حكومة فاسدة هذه حكومة فاسدة اليوم هو المحطة الثانية من سلسلة احتجاجات بعدما أننا درنا إضراب نهار 23 23 فبراير درنا إضراب مع الأسف لم تستجيب الحكومة واليوم كنجيو كنكملوا هذا الشيء باش نرجع للسياق أسباب النزول ديال هذا الإضراب لا الإضراب ديال 29 والإضراب اللي داير اليوم هو هو عدم التزام الحكومة بالاتفاق اللي درنا معها باش نرجع للسيناريو في 2023 في 10 جنبير راسلنا الوزاره الاولى راسلنا رئيس الحكومه راسلنا وزير الصحه على اساس انه راه دابا المغرب او المغرب المنظومه الصحيه كتعرف واحد الهيكله جذريه وبالتالي في نفس الان خصنا هذا الموظف انه يستافد يعني ماديا يعني تحسين الوضعيه الماديه من بعد رساله كيتفاعلوا معنا الحكومه وكيطلبونا اللقاء دونك اللقاء اللي كان نهار 27 28 ديسمبر 2023 جا الوفد الحكومي اللي كان فيه الماليه وزاره الماليه وزاره الميزانيه والوظيفه العموميه والامانه العامه للحكومه ووزاره الصحه دونك ملي جاو جابوا لنا الموافقه المبدئيه على اساس انه الزياده في الاجور ما عندوش مشكل دونك كتبقى غير الاجراء يعني وهذيك الاجراء كنا غنديروها ديك يومين من بعد يومين اتفقنا اتفاق مبدئي اتفاق على اساس بهذاك جونفي غادي نتفقوا على يعني غيجيبوا لنا الحكومه العرض وحنا غناقشوا العرض حنا الاقتراح اللي كان عندنا هو 3000 درهم من بعد جابت الحكومه العرض من بعد هادشي كله تم الاتفاق على 1500 درهم بالنسبه للممرضين وتقنيين الصحه 1200 درهم بالنسبه للتقنيين والاداريين كذلك اتفقنا على اساس انه غتكون سنوات اعتبار للممرضين اللي تليزاو في اتفاق 2017 2022 كذلك ترقيه سيدنا باسم الممرضين الاعدادي والمساعدين كذلك الدرجه الجديده بهذا الشيء ديال التعويض على البرامج الصحيه لاكارد لاسون كذلك احداث هذا الشيء ديال الانظمه الاساسيه بالنسبه لكاع الفئات اللي كاينه داخل هذا ممكن بزاف المطالب دونك الاتفاق اللي كان باش ما ننساش الاتفاق اللي كان نهار 29 كان الوزير يعني وزاره الصحه اللي وقعت معنا ولكن باسم الحكومه باش نتفاهموا باسم الوفد الحكومي من 22 ملي وقعنا مع هذا من تما ما بقاش الجواب الى حدود اليوم والحل الوحيد اللي عندنا الان امام هذا السكوت لا مفهوم انا كنقول سكوت الحكومه وسكوت اخنوش غير مفهوم الى حد الان لانه الان حنا هادشي اللي غادي ليه هذاك الشيء اللي كان عند التعليم لانه حنا ما غنسكتوش وما غنعاود كذلك ان تاسف للمواطن لانه المواطن ما عمرنا بغينا ندخلوا حلقه بهادشي لانه صراعنا ماشي مع المواطن صراعنا مع الناس لانه الصراع اللي كنديروا له الان هو خص توفير جوده الخدمات خص نخلقوا شروط العمل باش تكون هذيك المنظومه الصحيه في المستوى يعني ونتاسف مره اخرى للمواطن مره اخرى ولكن كنقولوا للاخنوش خصو يجمع راسو لانه هذا الشيء اللي غاديين فيه راه ما حيت ما غنوقفوش انا بيني وبينك الا ما تحققش هذا الشيء في اقرب الاجل راه غادي نبقاو مستمرين في النضال ديالنا وتحيه لكم جميعا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.